إليكم أحدث ظهور للفنانة هيفاء وهبي احتفالا بليلة رأس السنة 2021. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر التفاعل. حيث احتفلت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعام الميلادي الجديد. وقالت هيفاء: بتمنى السنة الجديدة 2021 تجيب لنا الأمل والأمان والصحة والبحبوحة يا رب، تتحقق أمانيكم وكل سنة وانتم بخير. الفنانة هيفاء وهبي شاركت ببطولة مسلسل اسود فاتح مع المطرب أحمد فهمي وروجينا وصبري فواز ومعتصم النهار. كما نشرت الفنانة هيفاء وهبي صور لها من إحدى الحفلات الخاصة التي أقيمت في دبي بمناسبة ليلة رأس السنة 2021. إطلالة الفنانة هيفاء وهبي بمناسبة ليلة رأس السنة كانت مثيرة، وتم توجيه لها العديد من الانتقادات بسبب هذا المظهر. الفنانة هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس سنة 1979، وهي فنانة استعراضية لبنانية مصرية حصلت من خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز من فئة الممثلات والمغنيات الاستعراضيات.